معانا الأستاذة هدى. من أستاذة هدى؟ ايوه اتفضلي يا أستاذة هدى. ماشي. لو تكرميني يا أستاذة هدى بس توقف التلفزيون وتسمعيني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ماشي حاضر. اتفضلي. أقول لك أنا عندي دلوقتي أخواتي عايزيني جامد قوي. وبعد كده مشوا من البيت، يعني هم اتجوزوا مشوا من البيت. ماشي؟ فأنا دلوقتي محتاجة. فهم دلوقتي واقفين في حتة اللي أنا محتاجة، وبيجيبوا لي حاجات علشان إيه؟ يرجعوا تاني للأذية ووجع قلبي تاني. أنت واخد بال حضرتك؟ معلش انا متصور، انا اعيد عليك حضرتك اللي انا جمعته من سؤال حضرتك، ان حضرتك اخوات حضرتك اتجوزوا وانت قاعده لوحدك وهما بيجيبوا لك حاجات مش مكفياكي، هل ده صح؟ لا مش مكفياني، لا عشان يعيدوا الاذى تاني. هما كانوا بيأذوني شيكسين وضرب وقله ادب وحبس وحاجه زي كده. طيب وبعدين دلوقتي ايه اللي حاصل؟ انا دلوقتي وضعتي بيحاولوا يعيدوا الحكايه دي تاني بخلال ان يجيبوا لي حاجات وانا مش عارفه الحاجه دي. ليه يا بنتي؟ ما هو عايزين يصلحوكي. هم مش عايزين يصلحوني، عايزين يرجعوا تاني يحبسوني ويضربوني ويشتموني ويطلقوني من جوزي. يعني هما دلوقتي عايزين يجيبوا لك الحاجات دي عشان يطلقوكي من جوزك، زي بلغتنا كده بيتسحلبوا عشان يطلقوكي من جوزك؟ ايوه الله ينور عليك، عشان يرجعوا يجيبوني تاني. طب بصي يا بنتي، انا هجاوب على حضرتك. بص يا أستاذة هدى، أنا لو بتسأليني يعني، أنا لما حد يجي يعمل معروف وخاصة من صلة رحمي ومن أهلي أهلا وسهلا بيه. بس إيه اللي حاصل؟ محدش هيقدر يخترق حياتي إلا بمزاجي. أنت لو حد يجي يتدخل في حياتك امنعيه. قولي له ليس معنى إن أنت بتحاول إن أنت تتقرب إلي إن أنت تفسد حياتي. ما تسمحيش لحد إن هو يفسد حياتك، ما تسمحيش لحد يضربك، ما تسمحيش حد يهينك، ما تسمحيش لأي حد. وخليكي قويه كده، انت معاكي ربنا، ما تخافيش ان حد يقول لك قولوا له لا ده لا يجوز شرعا وانت مش من حقك، انا ست متجوزه، انت ليس عليك علي اي حق، ولا حد ليه حق على ان يضرب حد بالاذى ولا يوصله الاذى. فانت منعيهم من ان هم يتدخلوا في حياتك، ومنعيهم كمان ان هم يمارسوا العنف معاكي، مش من حقهم، حرام عليهم. وسمعيهم الكلام اللي انا بقوله، حرام عليهم ان هم يمارسوا اي شكل من اشكال العنف معاكي. واضح يا أستاذة هدى؟